بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، ينطلق على حضرتكم الشوطنا الثالث لفئة الصعوب من المسافة 1500 متر، هي مسافتنا المقررة من قبل اللجنة المنظمة لهذا الميدان. مباشرة مع المركز الأول غنايم أحمد بن العبد الوهيبي مع المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط. المركز الثاني من الجانب الآخر هناك مهمة على المركز الثاني حميد بن سالم المالكي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث الشاهنية سعيد بن سالم المالكي مع المركز الثالث، والمركز الرابع جبار هلال بن مبارك الدويكي على المركز الرابع، وخامس المراكز الوصول من الأسماء المشاركة والانطلاقات هناك والتحديات الجميلة. ولكن أعود إلى صدارة هذا الشوط والانطلاقة المميزة بالفعل. بابا 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 بابا. شوف 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 اللي تدخلت من الجانب الآخر، قادمة غدوم قوي من المراكز الخلفية اللي تقدمت وقادمة هنا حاملة رقم 2، هذه أيضا القادم بشعار جلند بن مسعود العامري على المركز أيضا الثالث. يا سلام اللي تقدم مع الصدارة مع المركز الأول غنايم أحمد بن العبد الوهيبي، ما زال نحو المركز الأول اللي انطلق نحو الصدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام نحو المركز الأول اللي تغلجرت مع المركز الأول، هذه أيضا القادمة والمنطلقة أيضا هناك المنطلقة بيان بيان مع المركز الأول الجلد بن مسعود العامري مع المركز الأول، ولكن القادمة الحذرة سالم بن محمد المالكي على المركز الثاني هنا نحو صدارة هذا الشوط الثنائي الجميل أيضا بيان بيان، ولا الحذرة الحذرة بيان بيان الجلد بن مسعود العامري نحو المركز الأول، من يحسب في الأمتار الأخيرة مسجلا ناموسي هذا الشوط. تهانينا والناموس الجلند بن مسعود العامري على انتزاع الشوطن الصعوب المركز الثاني. كانت الحذرة سالم بن محمد المالكي المركز الثالث، مهم حميد بن سالم المالكي. توقيتنا الزمني لهذا الشوط 2:14 توقيت زمني لهذا الشوط.